طيب أي. نتحدث عن تأثير العمانيين أو تقاربهم الحضاري مع ديلمون قديما على اختلاف تسمياتها أو تايلس أو نقول البحرين وأيضا بلاد فارس ونجمعهم في نقطة واحدة وحديث واحد. أتوقع أن العلاقة سواء كان في غرب فارس أو بلاد الرافدين أو ديلمون اللي هي البحرين، هذه العلاقات كان مع الشعوب السامية قديما. يذكر الشيخ عبد الله الطائي في كتابه تاريخ عمان السياسي ذكر الملكة شمساء وأنها كانت في عهد سرجون الآكدي في العراق، وإن الملك الفارسي حاول أن يغزو عمان لنهب خيراتها بما فيها من مناجم النحاس وغير ذلك، ولكن هي طبعا نسقت وأغرت الملك سرجون الآكدي أن يأتي إلى عمان وأن يعني يكون يعني يشتغل وتعقد معه اتفاقيات وغير ذلك وأشياء. فالعلاقة مع هذه الدول هي كأكثرها في الشعوب في أثناء الشعوب السامية في عهد البابليين والأشوريين والآكديين وهلم جرى يعني. ولكن شيء طبيعي لكونها صارت بلاد من ضمن الجزيرة العربية وخاصة البحرين. البحرين صار سابقا تطلق على المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية الآن، الحسا وما حول الأحسا وما حولها، هذه كان البحرين. البحرين الحالية كانت تسمى أوال، مملكة البحرين الحالية كانت تسمى أوال، أما منطقة البحرين هي الآن تشكل المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وقصبتها الأحساء وهجر، وليس الجزيرة وحسب، ليس الجزيرة إنما امتداد أملاك عريضة، هكذا في التاريخ، هكذا في التاريخ. طيب يعني نجد في بلاد فارس مثلا منطقة جوادر، نعم. طيب هذا جزء، نعم. أيضا جزء آخر في البحرين أنه كان العمانيين على صلات مختلفة بالبحرين، نضرب بذلك مثالا في عصر دولة اليعاربة طبعا، ومحاولات كثيرة لإخضاعها للحكم وأحيانا لتحريرها من الفارسيين، وتركوا العمانيين آثارهم وقلاعهم أو نماذج لقلاعهم هناك في متمثل مثلا في قلعة عرال. هو بالنسبة في دولة اليعاربة صار توسع للضفة الشرقية لبحر عمان من يعني الهند مثلا، الساحل الغربي للهند، جوا ما جوا وبومبي، حتى بومبي الإمام سيف سلطان قيل الأرض بنا فيها قلعة، لكن الآثار ما عدنا نعرفها الآن. يعني الإمام سيف سلطان قيل الأرض بنا قلعة في بومبي يعني، وهنالك توسعوا إلى داخل المهراجيات في الهند، يعني وصل في عهد قيد الأرض وصلوا إلى داخل الهند، هناك قالهم المهراجيات اللي هو يحكموها مثل الأمراء، المهراجي هذا مثل الأمير يعني، فيسموها مهراجية مثل الإمارة. فدخلوا إلى الداخل، ثم جاءوا إلى من هناك لين حوالي يعني السواحل إيران الآن مثلا. بالجانب الثاني أيضا يعني أخذوا البحرين في عهد سلطان بن سيف اللي هو يعني سلطان بن سيف الثاني. هاي طبعا هو أخذها من الفرس أو من العجم يعني، وبنى فيها قلعة عراد، هذه مشهور ذكرها الحبسي الواقعة يعني وقعة المعركة، وخلى فيها والي اسمه ربيعة بن راشد الشيمي يعني، ومدحه أحد شعراء البحرين، مدح الوالي راشد ربيعة بن راشد الشيمي ومدح الإمام سلطان بن سيف الثاني، وثم خلاف استردها العجم بعد نهاية البحرين بعد نهاية دولة اليعاربة. اليعاربة أيضا بعض الروايات تشير أنهم وصلوا إلى الرياض في عهد الإمام سلطان بن سيف، يعني الشيخ محمد بن صالح طيواني أو الطائي له رسالة في هذا الموضوع بأن الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض وصل إلى الرياض واستعصى عليه أهلها فأسر منهم 35 وجيها من أهلها فأحضرهم إلى نزوة، يعني سجنهم في قلعة نزوة حتى استقر له أمرها، هذا بالنسبة إلى الرياض يعني. فالتوسع في عهد دولة اليعاربة كان موجود في الحقيقة يعني. جميل. طبعا بالنسبة في عهد دولة أبو سعيد حاولوا مرة ثانية في البحرين ولكنهم لم يطل وقتهم فيها يعني، بقدر ما يعني ازدهرت علاقاتهم أو نفوذهم في مناطق أخرى نتحدث عنها الآن.